بدأت التحضيرات بدري جدا لمسلسلات رمضان 2019، حتى ان بعض النجوم اعلنوا عن اعمالهم الجديده في الشهر الفضيل. ومن النجوم اللي اعلنوا عن اعمالهم هذه السنه يوسف الشريف وامير كراره ومحمد هنيدي واحمد السقا. انا صراحه حاسه انه لسه بكير شوي، لكن بالتوفيق للجميع. أحمد السقا اللي ظهر في إعلان لإحدى القنوات التلفزيونية بيأكد خلاله مشاركته في رمضان 2019 بمسلسل دراما الصعيدية. أنا الصعيدة نار جاي ما تطفاش. المسلسل هيكون من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، وهو أول مسلسل للسقا بعد مسلسل الحصان الأسود في 2017، خصوصا إنه فضل الغياب عن دراما رمضان الماضي. هلو خلاص يا باشا خلاص يلا. كمان غاب يوسف الشريف عن دراما رمضان الماضي لانشغاله بتصوير فيلم بني آدم، لكنه هيرجع في رمضان 2019 بمسلسل من الحارة. المسلسل من إنتاج تامر مرسي، ومن المتوقع يكون من تأليف عمرو سمير عاطف اللي تعامل مع يوسف الشريف في معظم أعماله، ومنها مسلسله الأخير كفر دلهاف في 2017. أما أمير كرارة فبعد نجاح مسلسل كلبش 2 في رمضان الماضي قرر تقديم شخصية جديدة غير شخصية الضابط من خلال مسلسل بطابع تاريخي في رمضان اللي جاي. وهيواصل أمير تعاونه مع نفس صناع مسلسل كلبش، المؤلف باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي. كمان قررت شركة العدل جروب المنتجة لمسلسل أرض النفاق تقديم جزء جديد منه، خصوصا بعد إبداء محمد هنيدي موافقته على الفكرة بعد نجاح العمل اللي تم عرضه في رمضان الماضي. انت بقيت مفترقلي كده يا حماد، ايه الضرب ده؟ مش قادر هموت منك. نور بقى شاكرين يا سسايش. السقا، كرارة، يوسف الشريف وهنيدي، أربع نجوم أشعلوا المنافسة بشكل مبكر جدا في دراما رمضان 2019.